صوت مصر الأول بالنسبة لك شيرين عبد الوهاب ولا أنغام ولا أمال ماهر؟ ما التلاتة زي بعض، تلاتة نفس العجينة واحدة تقريبا يعني. قلت إنك تعرف شيرين من قبل الشهرة. إيه رأيك في الأحداث اللي بتحصل ليها دلوقتي؟ كتير قوي كتير قوي كتير يعني كتير. ايه تتخانق مع جوزها وابتدوا ينزلوا في اخبار اتخانقت مع جوزها، طلقت من جوزها، رجعت لجوزها، ايه في ايه؟ في ايه؟ ما تهدي شويه يعني، مش معقوله كده. رافض انها تعرض حياتها الشخصيه للجمهور؟ طبعا دي حاجات شخصيه ما ينفعش. يعني انا اتخانق مع مراتي وينزلوا خبر انها اتخانقت مع مراتي، افرضي هي ضربتني، ما ينفعش يعني. حاجات شخصية زي ما انت قلت حضرتك، دي حاجات شخصية، مواقف شخصية، حاجات شخصية ما ينفعش، خصوصا ما تبقى فنانة او فنان، ما ينفعش يطلع اسراره بره. ما ينفعش، عيب.